شوف انا هما الناس اللي جيتو سبت هاد الفيلم تاع غتقول لهم لا وتربته بالأولياء الصالحين والأقطاب العارفين. وها نحن عدنا بفرج من ربنا الحميد الكريم المجيد للاحتفال بالذكرى المباركة التي أسسها الولي الصالح وهو أحد هؤلاء الأقطاب، إنه الشيخ البركة سيدي عبد القادر العالمي دفين زاوية المشهورة بمكناس. ونحن نستحضر بتقوى وإيمان أن هذه الذكرى التعبدية التي جمعت كذلك دلالات وطنية، حيث اجتمع مع الشيخ وهو يزور هذا المكان هذا المولى إدريس، اجتمع معه وفود من جميع أنحاء المملكة في دلالة وطنية عميقة. فأدت الزيارة الاستسقائية وظيفتين، وظيفة دينية تعبدية ووظيفة وحدوية وطنية. فعلا أيها الحضور الكريم المؤمن بقيمنا الدينية والوطنية، لقد كان شيخنا سيدي عبد القادر العالمي الذي عاش حوالي قرن و12 سنة عاصر فيها عدة سلاطين من الأسرة الشريفة، كان نموذجا فيها للروح الوطنية محترما مقدسات الوطن وطقوس العادات المغربية الكبيرة، حيث وافاه الأجل في يوم 26 رمضان 66 من السنة الهجرية 1200. في هذه المناسبة السعيدة ديال سيدنا مولاي إدريس نديروا هذا الاحتفال العظيم كيحضروا فيه جميع الطرق الصوفية بالمملكة المغربية الشريفة، كيحضروا جميع الوفود من أقطار المملكة المغربية بإحياء هذا الموسم العظيم. كما كيقول الشيخ العلوي، روح وريحان ما بين الخلان، جنة رضوان في حضرتنا، حضرة القدوس محيا للنفوس، جنة الفردوس تحتاج إلينا. احنا الحمد لله في هذه المناسبة كنتلاقاو الأرواح هذا والصدق والمحبة والتعظيم من بيناتنا إن شاء الله. بمناسبة ثلاث سنوات والأمور مسدودة في الأطرحة الحالية، كنا قلنا بعد العودة وبعد رفع شوية هذا الحجر الصحي ثم ابتسامة الناس متعطشة لهذا الموسم. الموسم الحمد لله فيه الخير وفيه كل شيء، ولكن الحمد لله فرج علينا فرجة الخير، الله يحفظ بلادنا من كل أنا الحمد لله راه محفوظين بأهل الله والصوفية وسيدنا نصر الله.
في كل أوان التي نجتمع اليوم بصعيده الطاهر اعتداء بمآتره واستجلابا لبركاته وفواتله، فقد صح أن مشاهد الصالحين لا تخلو من بركة، وأن زائرها لا ينقلب إلا بخير ولا يرجع إلا بأجر. وكيف لا ومولانا إدريس من خلص أولياء الله الذين هم قدوة الأنام وحفظة الإسلام، إذ رسخ في قلوب أهل هذا الوطن حب السلالة الطاهرة ذات المفاتيح، وقد قام بنصرها وإعزاز أهلها. اللهم فأسعده في كل مرام، وحطه بملائكتك الكرام، وخل له فيما يتولاه من نقد وإبرام، واجعل عمله ناجحا وميزانه راجحا وسعيه مباركا رابحا. اللهم أسبغ عليه كل خير غاية الأمل، وأصلح له الدين والدنيا والقول والعمل. اللهم ألحفه بأردية السعادة والرضا رشيد وسائر أسرته الكريمة الفخيمة. اللهم وأكرم بمغفور الرحمة والغفران بطلي التحرير والاستقلال مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. آمين آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.